بسم الله الرحمن الرحيم كان الكلام في الحواله البنكيه وهي احد الاعمال التي تمارسها البنوك بل وبعض الشركات بعض الصرافين الحواله اساسا عقد يتضمن نقل ما في ذمه الشخص المدين الى ذمه شخص اخر يعني افترض انه انا مديون لك بعشره دنانير الان اقول لك احلتك على فلان روح استلم العشره من فلان انت توافق هذه حواله اذا وافقت اذا وافقت الدين خرج من ذمتي الدين اللي انت تطلبني اياه العشر دنانير صار في ذمه ذاك الذي احلتك عليه ليش نقول اذا انت تقبل ممكن انت ما تقبل تقول لا انا اطلبك اعطيني انا ما اروح لواحد ثاني انا عرفك انت عرفني بذاك تحولني على ذاك اذا قبلت بهذه الحوالة الدين خرج مني صار على ذاك بعد ما تقدر تطالبني يعني لو رحت لذاك ذاك ما أعطاك عاند رديت علي تقول هذا صاحبك ما أعطاني اقول لك انت رضيت ليش رضيت من اول كان قلت لي ما ارضى انت لما قبلت بهذه الحواله معناه خلص بعد وياي ما لك كلام لك كلام مع ذاك الطرف تفاهم وياه اللي يحول يسموه محيل اللي حولوه الطرف اللي كان يطلب قالوا له حولناك يسموه محال هذاك شي يسموه اللي حولوا عليه هذاك اما نسميه محال عليه او يسموه محتال محتال مو بهذا المعنى اللي نفهمه حيال احنا من نقول فلان محتال نقصد به حيال ذو حيله لا مو هذا المقصود محتال تجي بمعنى المحال عليه زين أنا أحول شخص على شخص آخر بأي مناسبة أحوله فرضنا رضى هذا المديون رضي بأن يذهب إلى ذاك الطرف إما لأنني أيضا لي دين على ذاك المحال عليه أنا أساسا أطلب أطلب شخص عشر دنانير وأكو شخص يطلبني عشرة فأقول له أحلتك على فلان روح أنا أطلب عشر دنانير أخذها أخذ عشرتك منه ممكن أنا ما طلب لذاك اذا انا ما طلبه باي مناسبه احول ناس عليه يعني اذا اتصل بي قال انت محول واحد علي يستلم فلوس قلت له ايه يقولي باي مناسبه ليش يعني تحول عليه اذا انا ما طلبه فعلا باي مناسبه احول عليه الا ان هو يرضى هالمره اتصل به اقول له انا انا ما طلبه يشيل ذاك أقول له تسمح لي أحول واحد عليك يجي ياخذ منك وبعدين أنا أعطيك، أنت اعطيه وبعدين أنا أعطيك ما سلمته، إذا رضي ذاك الطرف يصير المحال عليه، يعني شوفوا كم طرف صاروا محيل محال محال عليه، ثلاث أطراف. المحال اللي حولوه يكون يرضى من أول ممكن ما يرضى يقول أنا شو وديني لذاك ما عرفه أنا عرفك أنت أعطيني حقي إذا رضي هل ذاك الطرف المحال عليه لازم يرضى إذا أنا أطلبه إذا ما, أطلبه إذا ما أطلبه أكيد لازم يرضى إذا أنا مالي حق عليه ما له معنى أحول عليه شخصا بس لا فرضنا أنا أطلبه أقول له راح يجيك واحد تسلمه عشر دنانير يحق له أن يرفض يقول لا أنا أسلم العشرة مالتك بيدك مو أنت تطلبني عشرة ما أعطيها بيد واحد ثاني مو معلوم إله حق ليش؟ لأن أنا العشرة اللي أطلب هي كيفي ممكن أقول له سلمني إياها بيدي ممكن أقول له سلمها لواحد ثاني عندي وكيل أقول له سلمها إلى وكيلي فهذا حق لي عموما هذه الحوالة الاصطلاحية الحوالة اللي بالشرع يتكلمون عنها زين سؤال شنو فرق الحوالة عن الضمان؟ قبل كم ليلة صار كلام عن الضمان، قلنا اكو باب اسمه باب الضمان، واحد ينقل دين ذم من ذمة شخص إلى ذمته، ضمينه يقول أنا ضامن شنو الفرق؟ الفرق في الضمان يجي شخص ثالث اللي ما له ربط لا مديون لهذا لا مديون لذاك نفرين واحد يطلب والثاني مطلوب وبينهم نزاع يجي واحد ثالث يريد يفض النزاع يقول خلص عمي لا تسوي مشكلة ويا أنا ضمنت دينك اتحمل هو ضمن طرف ثالث خارجي أما في الحوالة لا نفس المطلوب نفس المديون يحول مديون فيقول له لهذا الدائن أحلتك على فلان وذاك يقبل الدين انتقل خرج من ذمته خرج صار الارتباط بين ذاك المحال عليه والمحال طيب اي هو هذا هذا طيب اللي طيب قاعد طيب نقول راحله خرج من, من اذا اذا مطلوب لك لازم يعطي مو مطلوب مو مطلوب بس انا متفق بس لما رفض رفض ان يدفع اذا كان اكو اتفاق ومن اول قايل انا ادفع له ما يخالف حول وهذا رضي الطرف الم محال إيه خرج عن كده مفروض صار على ذاك زين الآن هذه مسألة الحوالة هذا باب في الفقه باب الحوالة وباب آخر باب الضمان إحنا كلامنا شنو كي كنا نتكلم في بعض معاملات البنوك البنك يسوي تحويلات يحولون عنده يودون فلوس كذا يقولوا له حول إلى جهة أخرى بلد آخر الصرافين هم قسم منهم عندهم تحويلات خارجية هذول البنك والصراف ياخذ شيء قبال عملية التحويل يعني هو مو بلاش يحول يجوز أن يأخذ شيئا إذا كان يحول نفس العملة يعني فرضنا هنا ياخذ منك دنانير كويتيه وهناك بالبلد الثاني راح يسلم دنانير كويتيه نفس العمله الشيء اللي ياخذه راح ياخذ شيء هو اخذ منك 100 دينار وراح يسلم ذاك 100 دينار هو شو استفاد؟ هذا البنك او الصراف شنو حصل؟ ما يسويها بلاش إذا يأخذ شيئا قبال ما يجريه من عمليات راح يسوي أوراق يتصل بي كذا قبال عمل يأديه وإذا راح يحول على عملة ثانية غالبا غالبا التحويلات تكون بعملة ثانية أنت هنا تعطي دنانير كويتية تقول له حولها لإيران هناك بإيران يسلم توامين أو تقول له حولها إلى لبنان، بلبنان يسلم ليرات لبنانية، عملتين مختلفتين. هذه بعد ما فيها إشكال أصلاً، ليش؟ حتى لو ما حسب ما قال لك أعطيني دينار دينارين على التحويل، هو حاسبها يعني يقول لك نقدي إذا تريد تشتري هالفلوس العملة الأجنبية نقدي مثلا آخذ منك مئة دينار أما إذا تريدها حوالة راح ينزل أقل يعني العملة اللي راح يسلمها هناك تكون أقل ماخذ دينارين ثلاثة منها منقص مقابل عملية التحويل المسألة هذه كلها هالحكي الطويل العريض حتى نقول المعاملات البنكية جائزة ما يؤخذ في قبالها من أجر على عملية التحويل هذا من الأمور الجائزة لا واحد <تصفيق> نعم <تصفيق> حتى البنوك الربوية يعني حتى لا يجي تجي شبهة بالذهن أن هذا ما في ربا كذا لا إذا نفس العملة يأخذ شيئاً مقابل عمله وإذا عملة ثانية القضية محلولة من أساسها قاعد ياخذ عملة ويدفع عملة أخرى زين هذه هم خلصنا منها من الأمور التي تفعلها البنوك الجوائز يعطون جوائز كثير من البنوك يريدون يشجعون الناس على أن يضعوا عندهم أموالا فيحطون جائزة سيارة مثلا ويحطون صورها في شرق الأرض وغربها ما يخلون واحد ما يراوه وإذا هذا محصل السيارة يفضحوا ديش الفضيحة المعتبرة يحطون صورته ويقولوا لازم تضحك من حط يم السيارة وهذا المفتاح قاعد نسلمه يعني يهتكوه ديش الهتيكة هو لو يعطوه مئة سيارة ما تسوى على هذه القضية بس شو تسوون بعد عموماً يجون يعني يعطون شيء بلاش يفترضوا هذا بلاش بعد مو بسهوله يسلموا هي فيحطون جوائز مو بس البنوك الصحف كثيرا ما الجرايد اللي يشترك بالجريده راح ندخله بالسحب وتطلع له جائزه وفلان شركه اللي يجي يساهم ما ادري يشتري منه بضاعه يعطوه قولتهم كوبون وبعدين يدخل بالسحب وتطلع له جائزه الى اخره هذه تجوز الجوائز بالنسبة لغير البنوك مثلا الجرائد الشركات العادية هذه ما فيها أي مشكلة حتى بعض المحلات بعض المحلات يبيعون ألعاب مثلا أطفال كذا واحد من يروح يشتري له لعبة يعطوه كوبون برقم ويقولوا له بعد شيء يوم تعال نسحب أنت وحظك يمكن تحصل شيء يمكن ما تحصل مثلا هذه العادية ما فيها أي مشكلة لأنه أكو عملية بيع وشراء وفي ضمنها اشتراط أنه إذا طلع اسمك أو طلع الرقم المكتوب بهالورقة تعطى شيئا مالت البنك ليش نجيبها بالخصوص لأنه البنك شي يقولهم للناس يقولهم حطوا رواتبكم عندي خلوها تنزل عندي فلوسكم جيبوها هنا وإحنا قبل كم ليلة بدايات الحشي قلنا أصلا هذه هي مو ودائع بالدقة هذه ليست وديعة وإنما هي إقراض أنت لما تروح تحط بالبنك مية دينار خمسين دينار شو تسميها تقول وديعة هي مو وديعة الوديعة معناها <applause> ان الشخص ياخذ الشيء منك ويحتفظ به ما يتصرف هو ليس ضامنا لو تلف هذه مو وديعه هذه يسموها وديعه والا هي قرض في الحقيقه البنك جاي ياخذ منك هذه الاموال ويصرفها يتصرف فيها وبعدين يضمن لك بدلها مثلها هذه ليست وديعة في حقيقتها هي قرض أكرر الوديعة اللي إحنا نسميها أمانة واحد يجيب عندك شيء يقول لك هذه حطها أمانة عندك هذه الوديعة اللي ما يتصرف فيها الإنسان بتاتا يحتفظ بها يغلق عليها يوم اللي يجي يقول له جيب فلوسي كذا يطلعها يعطيه هي هالأموال اللي الناس تحطها بالبنك هذه قاعد يتصرفون فيها البنك يصرفها تروح اصلا يعطيه غيرها بعدين اسمها وديعه قالوا كان اكو واحد كان يسال اكو شخص مرتاح بهالدنيا قالوا له, له إيه اكو واحد وين بفلان مكان يمشي يدور عليه مده كم يوم الى ان وصل دق الباب عليه طلع قال له انت مرتاح؟ قال اي انا قال له زين شو مسوي شلون مرتاح؟ قال له عمي انا اسمي مرتاح ابوي سماني مرتاح والا اكو واحد مرتاح هاي الدنيا دار بلاء ولغوب ونصب وبيت ذل وافتقار وتعب الله عز وجل خالقها الشكل والروايه الروايه الحديث القدسي عن الله عز وجل اني جعلت الراحه في الجنه والناس يطلبونها في الدنيا ولا يجدوها قط هذه خلي يطلعوها من بالهم واحد يقول أنا بالدنيا ما تصيبني أي مشكلة هذه مو ما تصير مو مكانها الدنيا أني جعلت الراحة في الجنة والناس يطلبونها في الدنيا ولا يجدوها قط عموماً فهذه اسمها وديعة مثل ما ذاك اسمه مرتاح هو مو مرتاح هذه اسمها وديعة وليست هي بوديعة حقيقة فالبنك يقول للناس تعالوا داينوني انت يا فلان جيب مية دينار انت جيب خمسمية كذا هذه ديون زين وش تعطينا مقابلها يقول راح احط سيارة احط سيارة وبعدين نسوي سحب او نشوف يمكن تحصل سياره مثلا فهذا يجوز هذا ربا ان واحد يروح يحط امواله في البنك هذا قلنا في الحقيقه قرض قاعد يقرض البنك مقابل انه يحطون جائزه يحصل شيء ممكن الجواب اذا ما في شرط الزامي يعني هذا الطرف ممكن ناس راحوا للبنك قالوا له عمي انت ليش ما تعطي جوائز شوف البنوك الثانيه قاعد يعطون وشغلهم ماشي انت محط لك في الشغل الناس تجيك مثلا اذا هالشكل صارت القضيه انه قاعد يحطها وهم طالبين منه حط جائزه حتى نخلي فلوسنا عندك هذا ما يجوز دخل في الربا اما اذا لا هو ابتداء هو اعلن البنك وعاده هالشكل، اعلان انه يا ناس اللي يحط امواله عندنا ندخله في السحب، فيروح واحد على امل يقول انا احط اموالي وانا مو شارط عليهم، انا مو شارط عليهم، حتى لو ما دخلوني في السحب ما راح احاسبهم، لكن هم راح يدخلوه اول تالي يدخلوه في السحب، في مثل هذه الحاله يجوز للإنسان أن يودع أمواله زين أودعها أو طلعت له سيارة مثلا طلع له شيء هدية هذه يجوز ياخذها إيش يجوز ما دام هو مو شارط عليهم هم قاعد يعطوا لكن إذا كان البنك أهليا صرفا الحكومة ما لها سهم يأخذ الشيء يأخذ الهدية وانتهى الأمر إذا كان للحكومة فيه نصيب أو كان حكومياً صرفا هالمره يحتاج أخذ هذه الجائزة والهدية إلى إذن من الحاكم الشرعي يروح إلى وكيل المرجع يقول له طلع لي هالشيء ممكن هذا بعد يختلف ممكن يشوف هذا الطرف إنسان ضعيف يعني محتاج سيارة وكذا يقول له والله أنا عمري ما كان عندي سيارة اليوم الله عز وجل جاب لي يقول له أخذها روح أكو واحد ثاني لا عنده أربع خمس سيارات يقول له أنت عندك ادفع ادفع شيء للفقراء هذه مجهول المالك في حكم مجهول المالك لا تأخذها هكذا حسب ما يراه الحاكم الشرعي مناسبا فيتفاهم معه هذه السياره السؤال اذا اخذها ومرت عليها السنه يجب عليها الخمس الجواب اذا استعملها في خلال السنه بعد ان استلمها دخلت ضمن المؤونه لا لا خمسه فيها حالها حال اي شيء استعمل في المؤونه اذا ما استعملها راح حطها بالقراج قال عندي سياره هذه استحيا في استعملها قال حيف خلينا نخليها الان فعشر سنين نستعمل ديشة الى ان تستهلك بعدين نرد على هذه اذا صار راس, رأس السنه وقت الخمس لابد ان يخمسها طبعا هذا على الراي المشهور راي السيد الخوئي السيد السيستاني وكثيرين هناك راي اخر للسيد الامام عليه الرحمه ان الهديه وكل مال ما حصل بالكسب جاء مجانا لا خمس فيه لكن السيدين الخوئي والسيستاني وكثير من العلماء قايلين حالها حال غيرها وصلى الله على محمد واله. أوه أوه أوه